بيترجونا ان هم عايزين يلموا تبرعات للمجرم والمتهم، قلنا هنديهم 5 مليون ولا ملايين الدنيا تسوى نقطه دم نتلف منها، نقطه دم نتلف منها ولا ملايين الدنيا تسوى. واحنا بنعترض والقصاص والاعدام، مش هنتنازل عن روحه. روحه انت عارفه صاحب الاكونت، روحه وصد روحها، روحه وصد روحها، روحه وصد روحها. احنا مش عايزين فلوس ولا مالين الدنيا تسوى نقطه دم نتلف منها. انا بقول اهو وبصرح اهو، محدش يدخل لنا بفلوس، مش هناخد فلوس. التنفيذ في اسرع وقت يا سياده الرئيس. ما طلبناش حاجه ولا ملايين الدنيا تسوى ضافر من نيره يا جماعه. ولا نقطه دم نتلف. مليون ايه؟ واللي اقول لك خمسه، 5 مليون ايه؟ جبتوا 50 عفريت يركبوكم، يبقى يتحرق قلبكم على عز ما عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين. معانا خبر النهاردة بيقول: مفاجأة جديدة في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة. أكاونت على فيسبوك يعرض على أسرتها 5 مليون جنيه مقابل العفو عن المتهم محمد عادل. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. فوجئت أسرة نيرة طالبة جامعة المنصورة بوجود أكاونت فيسبوك يرسل رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 مليون جنيه، وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للإعفاء عن محمد عادل قاتل المجني عليها. وقامت هدير شقيقة المجني عليها بنشر رسائل الأكاونت عبر صفحتها الشخصية، حيث احتوت على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة، وهي: نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم. كما تضمنت الرسائل التي نشرتها شقيقة المجني عليها عبارات: ما فيهاش حاجة، كل الناس بتعمل كده، وتبقى دية على روح نيرة، وهو أهلها يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات ويجيبوا شقة في القاهرة، ولا يزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص. في المقابل عبرت شقيقة نيرة طالبة جامعة المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رفض الأسرة لهذا العرض، وقالت: أدلة تثبت أننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا، لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تساوي ملء الأرض ذهب. القصاص هذا مطلبنا، والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله. وقالت الأسرة إنها تلقت رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من عدة حسابات مجهولة تعرض دفع 5 مليون جنيه دية لنيرة، أو كما وصفتها الرسائل، بفك رقبة للمتهم محمد عادل الذي تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه منذ 3 أيام. وورد بالرسائل الإلكترونية المرسلة إلى والدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة نصاً أن ذلك العرض المالي دية لنيرة، وإنها فك رقبة للمتهم محمد عادل، قائلين: القصاص شيء متعارف عليه ومن الإسلام ومستخدم بأماكن كثيرة، وإنه ثواب عظيم تحرير رقبة من الإعدام، ويمكن رفع المبلغ إلى 6 أو 7 مليون جنيه. واستقبلت والدة نيرة تلك الرسائل، وعند عدم استجابتها جرى إرسال الرسائل إلى ابن خالتها مع إضافة عبارة أن الموافقة على قبول الدية عمل ثواب وله أجر عند الله، ولن تستفيدوا شيئا من إعدام المتهم محمد عادل، وأن القصاص معروف وعليهم التفكير به. وقد رفضت والدة نيرة العرض المالي قائلة: دم بنتي لا يقدر بكنوز الدنيا، ولن أقبل بنيرة أي تعويض. وسيطرت حالة من الحزن والاستياء على أسرة نيرة أشرف بعد تلقيهم هذه الرسائل. ونفى والد طالبة المنصورة ما أثير حول طلب الأسرة 1 مليون جنيه كتعويض من المتهم محمد عادل عما بدر من أقوال منه حول سمعة نيرة، كما رفض الأب الحصول على أي أموال سواء تعويض أو فك رقبة، وقال: لن أقبل بأي تعويض عن نيرة، فقط أطلب لها الدعاء. ونفى والد نيرة أشرف أيضا كل ما يتردد عن قبول الدية في بنته مقابل 5 مليون جنيه، وقال: حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ما قلتوش، اتقوا الله الضغط شديد،
أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتذبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟ ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم، ومش هنستريح إلا لما يتعدم. لو جابولي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم. وقال لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك. وكان الثلاثاء الماضي قرر المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم وأقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في كل اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يوميتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.